اوكي رايت هاند مان الرجل اللي مدري ايش وله يا ساتر. اي والله تعال يا تشارلز ساعدني. اوكي لا 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 السلام عليكم وبركاته، حكي شاب معكم زايد في لعبة هنري ستيكمان كولكشن. طبعا شباب الدعم على هذه السلسلة مرة مو طبيعي، فمرة ثانية اشكركم يعني. عموما شباب اذا عجبكم الفيديو اتمنى تحطوا لايك وخلونا نبدا. اوكي شباب طبعا لازم نلعب هذا الجزء عشان مرة ثانية يعني نسوي نهاية ثانية، فخلونا شباب نسوي نهاية ثانية. اوكي اوكي شباب شفت نهاية مرة غريبة صراحة. اوكي شباب لاحظ اني جبت خلاص الاربع نهايات كلها، بس على شباب خلوني اوريكم النهاية يعني على السريع. اوكي النهاية شباب اني استعملت هذا الدميز، واللي صار اني دفيتهم كذا على ان انا وهو انا وذاك قائد التوبات، بعدين هذول جو قالوا ايه هذول هم صح، هذا قال متاكد انهم بخير لان كانت يعني نقصه طويله، مع قال اكيد هنري عنده خطه وهذه الخطه شباب. بعدين اللي صار اني اخذت لقب ال 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 هذا التوبات، فانا هاي غريبه صراحه يعني خنت اللي كانوا معاي. اوكي حلو الحين يعني الحين صبر في شيء غريب يا شباب، قائد التوبات مو باخر مهمه شباب هي ان نحتل على مكان التوبات او شيء كذا يعني، فكيف الان انا قائد يعني شو السالفه؟ وطبعا شباب مكتوب انه خنت هذا الحكومه. نعم اوكي يلا الحين نشوف السالفه، يلا قائد التوبات مع هذا. اوكي اوكي يلا خلونا نشوف. ايوه هذا انا شباب، الحين اصلا جبتها كذا معاي. اوكي هنري يا بسط قاعد فجأة يا عمي شو السالفة؟ اوكي. يقول انه هو كان متحكم بهذا ممنوع. انا هنري انا المتحكم. What are you guys up to? سلامات. هنري، remember that orbital station idea we were talking about؟ الحين قاعد يتكلمون عن سالفة شو اسمه؟ سالفة المجرة وكذا يودون الفضاء يعني يروحون الفضاء. اوكي. راح يخليني بعيدين عن اي حكومه يعني يحاولون يخربون خططنا. اوكي ايوه تحت الحكومه. اي مدير مين القائد الحين؟ 1 2 3 شو هو؟ الصاروخ. اوه ماي جاد لازم نشوف شيء. الحين شباب لازم نحمي المقر. اوكي الضربه الخارقه شباب يلا ابلع. واتس لا تقول لي صح. اوه ماي هذا اللي يصير لما تسوي نفسك بطل او انك كذا تضرب لكن تنسى يعني القوانين الفيزيائيه وهالاشياء، انا كنت مو في انمي كذا تضرب وتطيح ولا كانه صار شيء، حبيبي هذا حياه واقعيه ها؟ اوكي هذا قراب الهوك شوب. اوه اخذت ال طب اشوف ما اعرف اسوق ولا اعرف اسوق؟ احس اني ما النهايه كذا. اوه شت ولا صبر الحين هذا صح ولا لا؟ اوكي شباب طلع صح اباندن اسحب عليه ولا هليكوبتر ولا الرشاش رشاش ولا احس هذا اكثر شيء منطقي احس ان شباب اطلق على عليه بالغلط وات او وش اي كيف صح اللي عرفت شباب ان اي شيء منطقي ما تسوي هذا الشيء بس صوري هذول حطوا شباب قنبله وانا عندي شباب هذا حق ردد ريفولفر اي نو اوفر واتش ليتس جو اي ساعتين تطلق شو؟ اوكي هذا شاب مكري من جولي شيك ها؟ اوكي هذا شوف لوت حق اليابانيين هذاك عرفتوا؟ طب اي مدير اريو شيت اوه شيت اي هذا صح هذا ولا غلط؟ واو صح شكله اوكي خلينا نشوف السالفه اي نعم نسويها دول تك اللي حركه كذا مع بعض واو تقولي صعب اوه لا 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 ديم ديم يا الكومبو ديم طب ايه هذول ولا والله نمسحوا هذول يا عمي كانه حركه كذا في ايرث باوند او شيء كذا صح؟ الزبده هي شاب ريفرنس اللي يعرف رجعني يقول اوكي اوكي لازم هذا نركض اوه كفو ايلي يلا ليتس جو صبر ليش نروح للصواريخ؟ هم يعني ما يخلون الصاروخ يروحون فوق واحنا لازم هذا ايلي ايلي والله ما ادري ما تمج الو هذه شاب الصواقه مفهوم ما اسوي كذا يعني فكر بمنطق يعني هاللعبه مو منطقيه بس شويه منطقي يا زايد اوكي اذا كذا انا صح ولا مو انا يلا يا هنري اجلدهم يا قائد التوبات عطهم اوه صبر طب الو انا الشباب تعبتوا علي شباب الو قائد التوبات يا شباب ساعدوني تكفون شو وي جاد جو يا شباب سحبوا علي اوه قدرت اسوي شيء شباب كلاود والله
والله ما ادري شو الكلاود بس حق دراجون بول صح ولا بس ما يشبه شكله يا عمي. جي جي اوكي كان مو دراجون بول لانه اختفى فجاه عرفته فيمكن شيء ثاني اتوقع ماريو صح ولا شيء كذا يعني وشاف شيء كذا تركبه ما ادري ايش هو. المهم هذا شو اباندن تانك يعني دبابه مسحوب عليها. طب الدبابه شو بتشوف الدبابه؟ مستحيل I got you Henry. Oh my god you know. والله شو توقعت هذاك المدري ايش الجي انفيرتر ولا شيء. سوري why would I do that? كنت اقدر اخونك لكن ليش اخونك؟ الله put yourself on the line to save top at clan. ايوه انقذت الكلان حقكم. I can't think of a better person to lead us. يقول ما افكر في اي حد يقدر يعني يقودنا. اي ميشن كومبليتو. هذا شوف اكثر ميشن يعني ما جبت فيه اخطاء. ايوه يعني عشان شو اسمه هنري ساعدنا كذا. ولكن فقدنا بعض الناس. يقول احنا بالصاروخ كذا في الفضاء نقدر يعني نحتل اي مكان نريده. وطبعا انا وإلي صرنا قوادة التوبات. ايوه والحين صاروا احتلوا العالم خلاص ملك التوبات الله. اوكي الحين شباب خلونا نجيب لا بالغلط يا اخي قاعد ديمت. اوكي شباب خلوه في البدايه هنا في اثنين. هذا شوف فيري اكيوريت تارجتنج سيستم يعني كذا سيستم يعرف يحدد الصح. فول اوت صح فول اوت الا فول اوت. واو بس اصبر ما جت عليه. واو نايس. انا طبعا عشان ما لعبت فول اوت لكن اعرف ان هذا شيء يعني موجود في اللعبه عرفتوا؟ فشيء لو بس كنت لعبها كنت راح افهمها وراح احس بقيمتها. عموما شباب الحين خلونا نجرب الهليكوبتر. Just you wait till my friend gets here. يقول انتظر لين مصاحبي يجي هنا. نعم. اوه شيت. مين تعتقد نفسك تشارلز؟ اوكي يلا اباندون يعني اسحب. Just you wait till my friend gets here. اوكي يلا. Yeah sure. نعم راح يجي. يلا شي والله سحبت عليه. We got a bow in bail. صبر. والله وطف عشان كذا لازم ما تسحب. نعم ذاتس كارما فوريا يعني كذا كما تدين تدان. اوكي الحين وصلنا لهذا حق مكري. خلونا نجرب البومرنج هذا اكيد زلدة رفرنس لزلدة. يب كنت حاس. واتش جبتها على نفسي هذا وش ليش من جي جي. طيب هذا شكله رهيب ستايل اونم. تكفى قول لي رفرنس لديفل ميكراي. اصبروا يعني سوي ستايل. ايوه اوه عرفت ماريو مدري ايش صح ماريو بيبر ماريو اتوقع. اوكي سمن هذا شو سمن؟ استدعاء شو نجن استدعي وش؟ اوه استدعينا مستر بطيخه لقد اتى للانقاذ مستر. شوف كنا مو بهذاك الميم يا شباب. يا شباب ايش شو هذا؟ الو ساعتين عشان يجي ها؟ جي جي مستر بطيخه طلع ورع للاسف. اوه تشارج يعني كذا ادخل. ليش تندفع كذا نفس الحمار شو السالفه؟ اوكي هذا الوقت الشباب جرب ما جربنا شو اسمه الثاني هذا ولا ما جربنا نسوي شيء او شيء خلونا الشباب ما راح نسوي شيء انا ما اسوي شيء. اوكي جي جي طرنا كلنا احزمتكم اي والله على الاحزمه حتى ما بتسوي شيء يا عمي. اوكي رايت هاند مان الرجل اللي مدري ايش والله يا ساتر وطف. اوكي مو بهذه الخطه يا اخوي. والله هذا اخترق ام الصاروخ يا عمي. او ماي جاد. اوكي باقينا اخر شيء واللي هو مدري ايش هذا جي انفرتر شاب اتوقع يقلب الجاذبيه صح؟ نشوفه كيف ينقلب. خلونا نشوف يا شباب. ايوه يقلبها. اوكي يلا طب اروح الفضاء انا صح ولا؟ اكيد راح اروح الفضاء واسحب الا هذا. يبقى تحس. او شيت خلصنا كل هذا يا خاصه صار يخلص بسرعه بس يلا نو بروبلم. اوكي اذا سوينا كذا يا شباب هذا يعني ان خلاص جبنا كل نهايات الجزء الثاني. الحين لازم نجيب نهايه هذا الجزء يعني باختصار يا شباب راح نودع ايلي. اوكي خلاص ايلي تنسحب من السلسله للاسف. اوكي شباب انا اتوقع اخترت هذا فخلوني نجرب نختار هذا يمكن غلط هذا مدري اصبر الحين رحنا مع السجناء. صبر انا مع ايلي كيف كذا شباب المفروض ما اكون مع ايلي صح ولا؟ اوكي جي جي هذا خطا شباب. طيب هنا نهرب من هذا. جي جي اوكي شباب شكله لازم نرجع بالكامل لان يعني شو اسمه لازم ما تكون معانا ايلي. انا اسف يا ايلي لكن اضطر اني اخونك يعني خلاص. اوكي يلا شباب ندفع. ايوه يلا انقلع. بيطلق عليه هذا الجن. اوكي شباب هذا اتوقع سويناه شباب في الحلقه الماضيه مو الحلقه الماضيه قصدي شو اسمه في اليوتيوب يعني سويناه فروح ابحث عنه راح تشوفونه. اوكي اوكي شباب جي جي بريزيوم ديد. اها النهايه يا شباب انهم يعتقدون اني ميت
للي صار كنت كذا في شاحنة ودفوني وتوقعوا أني طحت كذا في الشاحن ومت، لكني اتمسكت بشيء. And that's how I survived أو how Henry survived. حلو يا شباب، الحين نقدر نعطيها واحدة ثانية. يلا بس الحين شباب اللي غزم اختار هذا وهذا. Oh my god، والله شباب راح أقول لكم راح أطول هذه السلسلة. فالحين يلا خلونا نعتقد إن كذا ميت، وللأسف ما تقابلنا مع إيلي. أوكي يلا let's go. أوكي أول نعمة هذه النهاية اللي رحنا مع تشارلز وبعدين هربنا من السجن وتوقعوا إن إحنا ميتين، ولكن إحنا مو ميتين. أوكي ايش المكان بعد؟ كأنه كذا روسيا ولا؟ الحين قاعد يتكلمون عن هذا اسمه الصاروخ. وش ذا بعد؟ تشارلز ماذا تفعل؟ سمعتك ميت. لا يا حبيبي. The Topak clan has been causing a bunch of problems for me lately. ما يقولي سببوا لي يمين مشاكل هذول التوبات. أوكي دام يقولون الصاروخ الصاروخ عن الصاروخ خاف عرف من الصاروخ هذا. You and I made a pretty good team in the past. الحين أكيد يقولي خلنا نتعاون. يلا let's go. ويقول الحين الوضع صار شخصي. You wanna help me take him out? أكيد يلا يلا معاك أنا. Awesome. Let's go يا تشارلز. I have a way we can get into space. يقول راح نقدر نروح الفضاء وطف. لا تقول الحين مش اسمه الحين المهمة في الفضاء. والله حماس يا شباب. اوه ماي جاد اي والله هذه هي بعد. اوه ماي جاد اي والله اكسايتنج مره حماس. اوه اوكي السؤال هنا شباب كيف ادخل؟ خلوا شباب دروب اوف يعني ننزل كيف من تحت. مو هنا مو هنا يا اخوي. ايوه عندهم عندهم. ما اوكي يقول احنا لقينا شو اسمه. لا يقول فجر السفينة تكفون. اوكي جيجي شو هذا نجمة كنا جي تي اي. اوكي شو هذا تراش بول كرة الزبالة اير كانون ضربة المدفع. يلا يقول راح يخليك تتنفس هذه الفقاعة. يلا متأكدين راح اوصل اسرع ولا؟ طب بيكشفوني هذول ولا؟ اوه دزنت موف فيري فاست. اوكي شكله راح اطول كذا. او ماي جاد يقول لا تقلق مدري يا حبيبي لا تقلق وش انت جي جي. هو يقول خلاص استعملت كل الهواء. هو بيم اوفر بورد يعني اجي عندهم كذا من ال اوكي هذا اكيد خطا. اي وات ديم والله. الو اوكي مو كذا وديني في مكان صح مو توديني عند الشعب سلامات. الله هذا تشارلز اوكي مدري كرة الزبالة ايش هذا. اوكي يلا يقول فكرة جيدة. يلا فكرة جيدة فكرة جيدة. اوكي انا متخبي هنا شوي. اوكي واو نجحت الخطة. حلو اهم شيء الخطة تنفع. اوكي الحين توبات ما يعرفوا اني انا هنا. اها راح يقول راح اتم هنا. اوكي يلا يلا ندخل زين. اوه تنايف صبر تشارلز خلونا نستدعي تشارلز. اوكي اي والله تعال يا تشارلز ساعدني. اوكي لا 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 تقول لي صح هذا. وات شكله صح يا شباب. لا تشارلز حبيب اوكي شكله هذا صح يا شباب. واو اوكي صبر يقول لازم نطلع قبل ما تنفجر هذا. والله صح طلع. اها يقول لي هاك نكر هذا. يلا متأكد تعرف تسكر انت ولا؟ اوكي جي جي خطا خطا ثلاث مرات خطا. ما اعرف ايش اسوي جي جي. برو والله مره برو. ليفت اون يلا انا وياك. انا هذول عصا يا عمي ما يقدرون. ايوه هذول عصيان يا شباب. اوه فنت نروح للهذا. يقول لي يؤدي الى مكان ثاني. يلا نجي بنروح المكان الثاني. اوكي يلا. اه بوي وي ران اوت ما عندنا وقت. شيت اوكي هذا عدو. هنري هذا هنري وات شفته طايح انا. اوكي حنختار اي باب. هذا الباب. Got room for two more? عندكم قال عندكم مساحه لاثنين. والله يعني احتاج نجلس معاكم شباب نحتشي القهوه والاشياء يعني. اوكي الباب اللي في النص ايش يسوي؟ خلاص هذا وات ذا ف اي هذا حق الخروج. مرضي نخرج احنا. Can't wait to go home. اوه شيت مدير لا تشارلز. لا تقلق لا كيف ما اقلق معاك او لا اقلق عليك بصور. هذه مو مهمه شباب. المهم ان نوقف الصواريخ. يقول خلاص اي لا تشارلز
تشاز. لا تقول لي ماشين كومبليت. لا ام عاد وطف والله شكلها نهاية هذه. معقولة؟ لا تشارلز ضحى بنفسه. تشارلز شو اكسرت نيوز انت؟ لا للأسف فاينت هيرو الله البطل المدري ايش تشارلز وحاط سماعة هنا بعد. يا اخي صبر لا تقولي ما في طريقة كذا ننهيها مع بعض. يا اخي فنان هذا تشارلز يا شباب. اصبر ايوه اجلده ايه مدير ولا وطف. اوكي شيت شباب شكلها هذه النهاية نهاية التضحية يا شباب. الشخصية شجاعة صراحة تشارلز يعني من الشخصيات ماي جاد كنا راح نتذكرك يا تشارلز قلبا وقالبا. بس يعني خلونا نشوف النهاية الثانية شباب. اوكي سوبر اكيورت شوت يعني ضربة كذا ليزر يعني مسطرة عرفتوا كيف؟ يقول راح يضرب ليزر. لا تضرب في راسي ها؟ اضربه في السفينة مو اي. طب كيف اتنفس؟ طاهل فعلوا الشيد ولكن انقسمت نصين. اول مره اشوف هذه النهايه شاب انه كذا نهايه يعني انقسام ولا شيء عرفت كيف. اوكي هوت نايف سكين ناري يلا ايوه قول لي عندك. لا جيب النايف تشارلز ممكن تجيبه. طيحته صحيح؟ لا ما طيحته. وتخلصنا كل شيء. اوه ماي جاد والله شاب مره سريع هس. زي ما قلت شاب في كثير اشياء عرفتوا كيف؟ فايا راح نطول. عموما شاب هنا وصلنا الفيديو. اتمنى عجبكم. لا تنسون اللايك وسبسكرايب وتفعلون زر التنبيهات ليصلكم كل جديد. كان معكم زايد وسيا.